السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بإذن الله بعد ما قفلنا بكليرة هنلعب ونقفل بليون. طبعا بعد ما شفنا الفيلم لما ركبوا العربية عربية الشرطة وكل واحد اتنقل من يما، هنبتدي من يما التانية بليون إن شاء الله. طبعا اليمة دي صعبة جدا، غير اليمة اللي كان بيلعب فيها كليرا. مش هنطول عليكم بإذن الله، نخش ونشوف. Of the T-virus outbreak in Raccoon City, Claire Redfield succeeded in escaping from the city, along with one of the only other survivors. A young girl named Sherry. However, behind their escape was the lone survivor of the Raccoon City Police Department. Wait!
دلوقتي ده النص التاني من اللعبة.
كده لازم ندور نجيب المحبس اللي هنطفي بيه النار اللي ولعت في الطيارة اهو. بقى تبتدي الإصابة. دلوقتي الحكومة نزلت نظام عشان قادر ينزل يقضي على أي حد في اللعبة. المدينة عطلة. ده أصعب حاجة، ده اللي بيلعب بقى من غير النظام اللي بازوكا.